بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه. وبعد، غالياتي، أحييكن بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نكمل رحلتنا في تدبر آيات الله تعالى، وفي سورة الفاتحة من الآية الرابعة وحتى الآية السابعة. عذرا ربما أمامكم الآن من الآية 14 خطأ إملائي فقط في الشاشة يظهر لكم، ولكن إن شاء الله يعني هو خطأ إملائي. والمقصود اليوم إنه إحنا بإذن الله تعالى نتدبر من الآية الرابعة إلى الآية السابعة. والدرس الماضي أخذنا إنه الله سبحانه وتعالى ابتدأ كلامه باسمه، فباسمه تقضى الحاجات، وباسمه تطمئن القلوب، وباسمه أيضا نصل إلى المرغوب بإذن الله تعالى. والله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم نكمل مالك يوم الدين. وقبل أن أبدأ يعني أتكلم عن هذه الآية، أريد أنبه لنقطة جدا مهمة. يجب أن تعرفي أختي الغالية، أختي الغالية، أن القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى جعله هدى ونورا وهداية ونصيرا وسبيلا معينا أو أداة معينة بإذن الله تعالى للطريق المستقيم، وكذلك فيه شفاء. فنسأل الله تعالى من خلال هذه الجلسات أن يرزقنا الله نور هذا القرآن، فيجعل لنا به نورا ممتلئا في صدورنا، من خلاله نهتدي بإذن الله. نسأل الله تعالى ذلك. ولذلك حط في بالك وانت جالسة في جلسة القرآن وفي جلسة تدبر القرآن، استحضري فضل الله تعالى عليك. وكذلك ضعي النوايا دائما في جلسات الذكر، ضعي نية، ضعي نية أن الله تعالى يجلي لك النية ويحققها بإذن الله تعالى، إن علم صدقك وصدق توكلك عليه. وتطلب النوايا بالأعمال الصالحات، ولا أجل ولا أفضل من مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى، بل نتدبر فيه آياته وكلامه. مالك يوم الدين، والبعض يقرأها ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. والأصل، الأصل أنه لما يكون الإنسان يملك شيء، يعني الأصل إذا أنت عندك ملكية لشيء معين فأنت لك الحرية، حرية التصرف فيه. والله تعالى عندما يقول لنا في كتابه الكريم في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، أي أنه المتصرف في هذا اليوم، له الأمر وله النهي، صاحب الكلمة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم ماذا؟ يوم الحساب. فله الحق أن يجزي أو له الحق أن يعذب، ما حد يقدر يناقش. مالك يوم الدين، وقلنا مالك أي له ملكية يوم الدين، يعني تعود إليه، يعود إليه ملك هذا اليوم، فهو المتصرف فيه. ولذلك هذه من رحمة الله بنا، لأنه سبق الآية هذه الرحمن الرحيم، سبقت الآية مالك يوم الدين الآية الرحمن الرحيم، ثم قال مالك يوم الدين. وانتبهي الغالية، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا دليل على أن الله تعالى يوم الحساب أول شيء من رحمته ومن لطفه أن الأمر بيده وحده، ما بيد أي حد ثاني، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما بيد أي مخلوق. وبالتالي الإنسان عليه أن يطمئن ما دام أمره عند الله. لماذا؟ لأنه في شيء أخفي عن الخلائق كلها لا يعلمه إلا الله. ما هو الذي أخفي عن الناس وعن الخلائق؟ النوايا، لا يعلمها إلا الله. فقد تكون نيتك، نيتك خالصة هي سبب في أن تنقذك. ولذلك أحمد الله تعالى
لأن يوم الدين له وحده، ما لأي حد ثاني. فقد تكتب الملائكة عملا سيئا قمت به، إلا أن نية علمها الله خالصة لوجهه تريد بها وجه أنقذتك. تخيل قيمة النوايا هنا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه هو مالك يوم الدين. أيضا هذه الآية تجعلنا نستشعر قوة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أن يكون حكم كل هذه العوالم كلها، لأن الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين، عندما يقول الله تعالى أنه قائم بشؤون كل الكائنات، ثم أن له الملكية وحده سبحانه يوم القيامة، هذا دليل على ماذا؟ على عظمه. فإذا يستوجب أن نحمده أو لا يستوجب؟ لما الله تعالى يقولنا احمدوني أو إثنوا علي في الحمد لله رب العالمين، هذه لما والله تعالى يقولنا مالك يوم الدين نستوجب أن نحمد الله تعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما رزقنا ونحن في هذه الدنيا فأمرنا بيده يوم القيامة، هو يقوم به أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى ما فقط في الدنيا ربنا، إنه حتى في الآخرة ربنا، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. شفتوا كيف؟ رحمن الدنيا والآخرة، أي أنه يقوم بشؤون عباده ويحاسبهم ويجزيهم دنيا وآخرة، ويقوم على شؤونهم دنيا وآخرة، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا كان مالك الملك. مالك الملك، بيده الملك، له الأمر. ولو لم يكن له الأمر لهلكت الكائنات، وهلك أولها الإنسان. ولكن سبحان الله، يقوم بشؤونك في الدنيا فيعرف كيف يكون سيرك في الدنيا. رحمن ثم رحيم، يقوم بأمر شؤونك في الآخرة، هو الذي يجزيك، رأى عملك ثم تجزى على ذلك العمل، لأنه مالك يوم الدين. هذا يخلينا نطمئن، هذا يخليني أطمئن. لماذا؟ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذا يخليني أطمئن. لماذا؟ أن حسابي ما بيد إنسان، ما بيد أي كائن آخر، بل بيد الرحمن الرحيم. والله تعالى لما قلنا الرحمن، هناك معنى آخر للرحمن غير أنه هو على وزن فعلان، وإنما اسم الرحمن أيضا أي الذي يصل عباده ويعلم شؤونهم كلها، ثم يمدهم بالمدد الذي يريدونه، وكذلك يعفو عنهم، لأن الرحمن أي أن الله تعالى له الفعلان، والفعلان الرحمة والعدل. فالله تعالى يعاملنا برحمته التي سبقت عدله. الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، وهذا يخلينا أيضا الإنسان اللي يقع في مصيبة أو سبحان الله يرتكب ذنب أو يرتكب معصية، أقول له تذكر مالك يوم الدين، أي أن أمرك بيد مالك يوم الدين. ومن هو مالك يوم الدين؟ هو الرحمن الرحيم. تخيلوا، يعني الله تعالى قبل أن يذكرنا بيوم الحساب ذكرنا بصفة واسم عظيم من أسمائه، ما هو؟ الرحمن الرحيم. يؤكد لنا شيء، يؤكد لك ويطمئنك إنه ما تخافي. ولذلك أقبلي على الله الرحمن الرحيم قبل أن تقبلي وأنت خائفة، اذهبي إليه وأنت مقبلة طامعة في رحمته، لأن الله تعالى يعامل عباده برحمته وله الملك. شوفوا، رغم أن الله تعالى له الملك، إلا أن الله تعالى كتب على نفسه أن رحمته تسبق. فلم يكن فقط ملكا بل مالكا وسيدا، مالكا وسيدا.
لو أنا مثلا قلت لكم مثال على سبيل المثال، إنه لو إنسان مثلا قيل له أنه في إنسان آخر أو حاكم سيحكم عليك، لكن هذا الحاكم يعني قلبه أو خلينا نقول دائما ما يرى ظروفك الإنسانية، يرى الأسباب اللي خلتك تفعل كذا. بالله عليكم لما يروح للمحاكمة عند هذا القاضي أو عند هذا الحاكم، هل سيذهب وهو خائف أم سيذهب وهو مطمئن؟ يذهب مطمئنا. ولذلك أيضا الناس اللي تخاف من الموت، هناك أناس من البشر يخافون من الموت، يخافون من الموت لأنهم ينظرون إلى تقصيرهم، طبيعي. لكن في المقابل هل نظرت إلى رحمة الله وكرمه ولطفه، وبأن الله سبحانه وتعالى يعاملك برحمة؟ يعني ممكن تكون أنت فعلا ارتكبت خطأ، ربما هناك ظروف أجبرت، ثم تبت إلى الله تعالى. فما ظنك بالله. ولذلك الناس اللي ممكن تتوب لكنها مع ذلك تبقى خائفة. والأصل الإنسان يبقى متزن، واعبدوه رهبة ورغبة. ما الأصل إنه أنا يطغى علي الخوف أو تطغى علي الرغبة؟ المفروض يكون في اتزان، يعني أعلم قوة الله وقدرته علي، وأعلم أيضا رحمته بأنه رحيم بي ولن يتركني فاطمئني. وأيضا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر فإن الكاشف الله. يعني يا إنسان يلي شغلك الهم ويلي أثقلك الهم ويلي حاس إنه أنت ضاقت عليك الدنيا، إن الذي يسير الدنيا وبيده الأمر في الأولى وفي الآخرة. يعني ما بيده الأمر بس في الدنيا، بل في الأولى والآخرة. أبشر، اطمئن. فالمفروض أنه لما أقرأ مالك يوم الدين تستقر نفسي، يوم أكررها مالك يوم الدين. عشان كذا اللي عنده خوف وقلق من أمر معين فليقرأ هذه الآية ويرددها على نفسه، يضع يده على قلبه ثم يردد مالك يوم الدين، تكون له وردا وطمأنينة. لماذا؟ لأنه يتذكر بها أن الله تعالى ما دام الأمر بيده فإذا الحكم بيده. يعني مثلا هل ينفع الأرض أرضي ملكي، يتحكم فيها جاري؟ ينفع؟ عندي أرض والأرض ملكي، في ملكية حالي فيها، هل ينفع؟ لا. إذن كيف ننسى ذلك؟ ما دام الكون وما دامت الأولى والآخرة بيد الله، إذن اطمئني. فإذا هنا تذكير يا حبيبتي لك أن تطمئني، واللي عنده خوف أو اللي عنده قلق من أمر ما فليردد هذه الآية، فإنها سكن للقلب. ثم يقول الله تعالى ويذكرنا في هذه السورة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، عرفنا أن له العظمة. شوفوا، عرفنا أن له العظمة، وقبل أن نعرف أن له العظمة عرفنا أنه البداية، عرفنا أن الله البداية فهو الأول. وعرفنا، هاي خبرنا الله تعالى في بداية الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عرفنا بعد ذلك على ماذا؟ على أنه قائم بشؤوننا، ثم عرفنا بعد ذلك أنه يمدنا بالمدد فهو رحمن، ثم عرفنا أنه رحيم يرحمنا، ثم عرفنا أن له الملك وحده. إذا كان هو له الأمر وصاحب البداية وله الخلق وحده، هو الذي يخلق وأيضا رحمن، وفي نفس الوقت مالك يوم الدين، ألا يستحق العبودية أن نعبده؟
ألا يستحق أن نعبده حبيباتي؟ ألا يستحق ذلك؟ بل له له إيش؟ إياه نعبد. وقيل كلمة إياك نعبد، شوفوا إياك نعبد، شوفوا البلاغة وهذا القرآن اللي بعض الناس للأسف، بعض الناس الملحدين الذين يقولون أن القرآن كتاب أنزله نبي الله محمد وهو كتاب الله تعالى. شوفوا الآيات، شوفوا الله تعالى قال إياك نعبد، وقفت الكلمة هنا، وقفت الكلمة. وقيل كلمة إياك نعبد أي لا معبود إلا أنت، خلاص ما في بعده، ما في شيء بعده. لكن لو قلت نعبدك أنت، لو قلنا في الآية نعبدك أنت ونستعين بك أنت، وكأن ممكن أختار أحد ثاني. يعني لو قالت الآية بهذه الطريقة نعبدك أنت ونستعين بك أنت، تخيلوا الآية قالت بهذا الشكل، لو جاءت الآية بهذا الشكل أي أنني ممكن أختار إنه أنا أعبد أحد آخر وأستعين بأحد آخر. لكن بدأت إياك، وقيل إياك في اللغة العربية خلاص تقف بعدها، خلاص الفعل إياك نعبد انتهى، أي لا يوجد أحد آخر يا رب نعبده، لك وحدك، إياك لا أحد غيرك. فكلمة إياك يعني أننا لن نعبد أي نتوجه لك وحدك. وهنا على فكرة يتضح الإخلاص، فالمؤمن المخلص لله في أي عمل يخلص لله تعالى لا يريد به إلا وجه الله تعالى، يفترض إن هو لا يدع له شريك، لا يجب أن يكون هناك شريك. لذلك إذا تريد عمل خلاص اجعله خالصا. طيب والأشياء الثانية اللي أريدها مرتبطة للعمل، هي تتحقق تلقائيا ما دمت تريدها لوجه الله، فالله تعالى ما دامت لوجهه فالله تعالى يباركها، أما إن لم تكن لوجهه فالله تعالى يردها ولن تأخذ إلا بمقدار ما عملت، لأن الله تعالى عدل ما رح يظلمك. لكن إذا أردت لأي عمل، عشان كذا يا حبيبتي لما تريدي مثلا فلنفرض واحدة عندها ضائقة معينة، عندها مشكلة معينة، وقالت أنا اليوم أريد أن أتصدق لفلان أو أتصدق لي مثلا فئة معينة أو جهة معينة لا أريد بها إلا وجه الله، وأن يرفع الله عني الأذى فقط، ما تريد شيء، ما تريد من هذا الأمر إلا أن يرضى الله عنها وأن يغفر لها ذنبا ممكن تكون هو السبب في الضائقة اللي هي فيها، ما تعلم، لأنه أصلاً المشاكل اللي احنا فيها بما كسبت أيدينا. فعندما تتوجه إلى الله بهذه الطريقة، يعني أنت لما تريد وعندك مشكلة حبيبتي وأغلقت عليك، اعملي هذا الأمر أيضاً، ترى هذه فائدة التدبر، تطبيق، اعملي هذا الأمر. عندما تضيق عليك يا حبيبتي روحي وتصدقي، أو حتى أبسط شيء، واحدة ما عندها تتصدق، ضعي ماء للطيور أو شوية عيش أو رز، ارميه للطائر أو الطيور التي تمر، وقولي يا رب إني أطعمها لأجلك، القطط إني أطعمها لأجلك، فاقبلها واغفر لي بها ذنبي وارفع بها عني كربي، وشوفي بعدين ما الذي يحدث، واتركيها لله. أو حتى رسالة علم، بارك الله فيك حبيبتي نسرين، أو حتى رسالة علم، رسالة، في ناس تبخل ترى الرسالة تهرب منها، ولو نكتة ينشروها بسرعة سبحان الله، أما رسالة علم فيها هداية وفيها ربما طبطبة لإنسان، أحيانا بعض الكلمات فيها طبطبة لإنسان نستثقل نرسلها، نستثقل وإحنا طول الوقت بالساعات على الهاتف ونستثقل. ولذلك من قال إياك نعبد، إذن وجوب العبادة تعني وجوب الاستعانة، فإن وجب عليك أن تعبد وجب عليك أن تستعين به.
إن الله تعالى أمرك أن إن الله تعالى أمرك أن تعبده وحده فاعلم يعني أنا لما أعبد الله تعالى وأتوجه إليه إذن الأصل في شؤوني وأمور حياتي أستعين بمن؟ الله تعالى، ما أستعين بأي أحد آخر. إذن لا أريد إلا وجه الله تعالى. ولذلك لما الواحد أقول له يروح يتصدق حال إنسان أو يعمل خير لإنسان أو يعمل شيء لأي كائن كان ويريد وجه الله تعالى، معناته هو يريد أن يستعين بالله تعالى على أن يؤجره الله تعالى في هذا الأمر وأن يرفع به أذى عنه. إذن هو يستعين بالله. طيب الله تعالى أيضا أعطانا عكازتي للاستعانة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك من ألمت أيضا به ملمة فليصبر وليصلي ركعتين يتوجه فيها إلى الله. لما يكون عندك كرب توجهي في جوف الليل واتصلي بالله، لأن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين. ولذلك الاستعانة لها عكازتين. أنا أبغى أستعين بالله، استعيني به بطريقتين. الطريقة الأولى الصبر على ما قضى الله لك من أمر، ثم يعني القبول، أتقبل هذا الأمر، يا رب راضية متألمة لكني راضية يا رب حكمك، ثم ماذا؟ أتوجه إليه وأتصل به. والصلاة ليس فقط الصلاة اللي هي السجود والركوع، أنا قلت ركعتين، لكن ممكن أيضا ماذا؟ مناجاة، الشكوى له، ذكره وتذكره. يعني لما يكون عندك مشكلة قولي يا رب رفعي كفش، ونحن اليوم في يوم مبارك، رفعي كفش إلى الله سبحانه وتعالى، اسأليه، قولي يا رب بقلب، اطلبي حاجتك، هو الذي يعينك على قضائها. ما في أي حد يستطيع أن يعينك إلا هو. لماذا؟ لأنه رب العالمين، ولأنه مالك يوم الدين، ولأنه رحمن رحيم. قال إياها مرتين. فهل الأصل أن أنسى ذلك؟ لا أنسى ذلك. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين، أي استعيني به وحده لا غيره، لأن الله تعالى وأعطاك وسيلة الاستعانة وقال لك أن تصبري ثم أن تتصلي. فبالصلاة وبالصبر يستعان بالله، نستعين بالله. ثم يقول الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يا حبيباتي ليس فقط الصلاة وليس فقط الأعمال الصالحات التي يأمرنا الله تعالى بها. الصراط المستقيم أيتها الرائعات، هذه دائما تغيب عن بال الكثيرين، وانتبهوا، اهدنا الصراط المستقيم في كل شؤون تفاصيل حياتك. الصراط المستقيم في تعاملك مع أبنائك، الصراط المستقيم في تعاملك في العمل مع زملائك، الصراط المستقيم في تعاملك وأنت تمشين في الطريق، الصراط المستقيم وأنت تؤدين عملا، الصراط المستقيم وأنت تتعاملين في أو كيف تتصرفين في المال الذي ترزقين فيه، كله نسأله الله تعالى أن يدلنا فيه إلى التصرف الصحيح وإلى الطريق المستقيم، يعني وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء. لذلك حتى في الزواج يا ربي اطلبي أن يهديك الله الصراط المستقيم، حتى وأنت تربين أبنائك. يعني في أحيانا بعض النساء تشتكي وتقول تعبت من أبنائي، هلكوني، ما يسمعوا الكلام، ما يسمعوا يعني التعليمات، دائما في عناد. دائما اسأل الله أن يدلك الطريق المستقيم، أي الطريق الصحيح التي ترضي الله وتعينك على أن تربي أبنائك أحسن تربية. دائما هكذا، هذا معناته اهدينا الصراط المستقيم. المشكلة الناس اهدينا الصراط المستقيم يعني فقط ما أخذينها في الجانب العبادة، العبادات، لا، حتى في شؤون حياتك كل تفصيلة من تفاصيل حياتك لا تنسي هذه الآية. ولذلك إذا شعرت أنك أنت ما قادرة تتخذي قرار في أمر معين، ما لاقية تفسير لحاجة معينة، ما قادرة تفهمي ليش نزل عليك البلاء، قولي اهدنا الصراط المستقيم.
لماذا؟ لأن الله تعالى سيخبرك. يعني في ناس أحيانا يكونوا بخير وعافية وفجأة تتنزل عليهم الابتلاءات واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، وما فاهمين لماذا هذه الابتلاءات، لماذا هذه الابتلاءات ورا بعض. أقول لك كرر الآية اهدنا الصراط المستقيم. أيضا إيش اللي بيصير؟ ما سيحدث بعد ذلك أن الله تعالى سيخبرك الهدف من هذه الابتلاءات، فقد يقول لك أن هذا الابتلاء يريد الله به أن يرفعك مكانا عليا، أو قد يكون هذا الابتلاء أن الله تعالى يريد أن يعني يبعدك عن طريق كنت تمشين فيه بشكل خاطئ، والله تعالى يريدك أن تعودي إليه. وقد يدلك الله تعالى إلى أن هناك بشرى تنتظرك بعد هذا الابتلاء، سيدلك الله لأنك طلبت الصراط المستقيم. وما هو؟ قل هذا صراطي مستقيم، صراط الله، هذا صراط الله. فالله تعالى سيدلك على حكمه وعلى أمره وعلى هدايته. فلما يكون إنسان ما فاهم وأحيانا ما قادر يتخذ قرار، يعني في بعض الناس يقعون في أزمة، ما يعرفوا هل هنشتري هذا البيت أو لا نشتريه، هل هذا البيت يعني ينفعنا ولا ما ينفعنا. واحدة مثلا تقول هل أقدم على هذه التجارة ولا ما أقدم، هل جربت أن تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ المشكلة نقرأ سورة الفاتحة. ولذلك يا حبيبتي يوم تتأملي سورة الفاتحة وأنت تصلين اهدنا الصراط المستقيم، اجعلي ذلك الأمر الذي أهمك وأعيديها الآية، اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الله تعالى سينزل لك الهداية، لأنك استعنت به، ما استعنت بأي أحد آخر، استعنت به ولم تستعين بأي أحد آخر، وهذا فضل الله عليك وعلينا. ما عرفت تتخذ قرار هل أدخل هذه الوظيفة ولا ما أوافق عليها، كرري اهدنا الصراط المستقيم سيدلك. كيف سيدلك؟ هذا بيد الله، تركيها بيد الله، لأن الله تعالى يقول هذا صراطي وهذا سبيلي، يقول الله تعالى لنا هذا سبيلي، فما تخافوا من أن الله تعالى لن يضيع من استهداه، إن الله ليهدي من استهداه، كما يغفر من استغفر كذلك سيهدي من استهداه وسيدله ويدله الله على طريقه. واحدة تقول قد يدلك على طريق ربما تظني أن ذلك الطريق صعب، في نظرش أنه صعب، لكن الله تعالى يبتليك في ذلك الطريق. لماذا؟ لأن بعد ذلك، بعد الهداية في الطريق المستقيم، ماله؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ما بعد الهداية إلا النعمة. فقد يكون الطريق في نظرك أنت تشوفيه في نظرش صعب، الطريق المستقيم صعب، لكن بعده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي أن الله تعالى غير المغضوب، أي أن الله تعالى متصل بك رحمن الرحيم. أنعم عليهم بماذا؟ بالطمأنينة، بالاستقرار، لا تكررها، أنا ما قلت تكرريها بلسانك، ما تكرريها بلسانك، هنا التكرار يكون، هنا التكرار حتى يقع المعنى عشان ما تفهم الخطأ، التكرار يكون في العقل. فإذا الله تعالى ينعم عليهم إيش بشعور إيش بالراحة والسكينة، وكذلك يرزقهم النتيجة. إيش هي النتيجة؟ ما دمت تتقي الله ومشيت على حسب ما الله تعالى هداك، اعرف أن النتيجة حاصلة، حاصلة، لا تقلق. ما بعد الصراط المستقيم إلا النعمة. والله تعالى إذا أنعم عليك اعرفي أنه سينعم عليك بالخير، لأن عطاء الله ليس كأي عطاء،
عطاء الله ليس كأي عطاء. أمر آخر، الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس مشهور كذا في كتبي كتب التفسير مشهور ماذا؟ أن الضالين هم اليهود والنصارى، وهذا من الخطأ الشائع بين الناس. وانتبهوا لهذه الجملة، الله تعالى عندما يتكلم عن الضالين، كل من ضل عن الطريق المستقيم، كنت مسلما، كنت يهوديا، كنت نصرانيا، كنت أي ما كنت من الديانات، ما دمت لا تتبع طريق الله فأنت ضال، لا يشفع لك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تتبع سبيل الله، ما يشفع لك. فما نحصرها إنها فقط لليهود والنصارى، لا نحصر الآيات بهذه، لا نحصر الآيات بهذه الطريقة، لا تحصر الآيات بهذه الطريقة عذرا. نحن كأن نقول إن اللي مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. بالله عليكم، أليس هناك من المسلمين والذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وهو ماله؟ وهو ضال، لا يأتي بأوامر الله ولا ينتهي عن ما نهى الله، فأليس هو بضال؟ فلماذا نحصرها وكأننا نحن براء؟ لا تعفي نفسك. الآية وإن كان المفسرون فسروها أنها للنصارى ولليهود، فهم يقصدون بها أولئك الذين ها تركوا طريق الله المستقيم، الذين تركوا طريق الله المستقيم، هذا يقصد بها. وممكن نكون إحنا منهم وإحنا مدارين. طيب وين؟ فإيش ممكن نكون مدارين؟ ممكن يكون في تصرفش في المال حبيبتي، تعبدين الله تعالى لكن في تصرفك في المال ماله، أنت ضالة في تصرفك في المال. ممكن في علاقاتش مع الناس أنت ضالة، شفتي كيف؟ فقلت لكم ترى الطريق المستقيم الله تعالى لا يقصد به فقط، لا يقصد الله تعالى به فقط، يعني ما تكوني واجد فاصلة عبادة الله عن تفاصيل حياتش، لا تفصلي، ثم تتكامل. أنت يجب أن تكون حياتش كلها لله، ما أصلي وأصوم كل شيء لكن معاملاتي في المال في علاقاتي كلها خارج عن سنن الله وطريق الله. ماذا يقول إبراهيم عليه السلام؟ قل إن صلاتي ونسكي وحياتي محياي ومماتي لمن؟ لله، ويجب أن تكون وفق طريق الله، فلا تحصروها. ولذلك لا تحصروا الضلالة على اليهود والنصارى، وإنما هو كل من ضل عن طريق الله في أي أمر من أمور. لذلك حبيبتي ممكن تكون أنت ما شاء الله تصلين وتزكين و و و و وتصومين وما شاء الله عليش، لكن عندش في 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 جزء المال أنت للأسف من المسرفين. هذا ضل ولا ما ضل؟ هذا ضلال ولا ما ضلال؟ أليس المسرفين الله تعالى ما يحبهم؟ إن الله لا يحب المسرفين، صح ولا لا؟ فإذا هذا ضلال وليس أوليس ذلك بضلال؟ ذلك ضلال، معناته في شيء معين في سلوكك. فلو كنت فعلا تقولين أنك تعبدين الله لعرفت أن هناك آية تقول لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لعرفت. ولعرفت أيضا أن الله تعالى قال أنه لا يحب المسرفين، فما أسرفت لو كنت صح في الطريق. إذن هذه ضلالة ولا ما ضلالة؟ هذه ضلالة. الإنسان أيضا الذي يعجب بعمله، والله تعالى يقول إن الله لا يحب الفرحين، والإنسان الذي يعجب بعمله يقول ليش أنا أفعل وأفعل 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 ويصلي ويصوم وكل شيء، ها هو حسب نظرنا في الطريق المستقيم، لكنه ضل في نقطة، في نقطة معينة ضل. ولذلك دائما حتى في الكلام حبيبتي اسألي الله تعالى أن يهديك المنطق الصحيح،
أن يهديك المنطق الصحيح، يعني يعمل عمل صالح، ثم ماذا؟ ثم يفتخر بذلك العمل ويقول أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت، ويفرح ويظن أن الله تعالى رزقه لأنه هو الذي عمل، مع أن الذي وفقه للعمل هو الله تعالى. فمعجب. ففي ناس كذا تفرح لما تنجز إنجازات، تفرح والمفروض تقول الحمد لله الذي وفقني لهذا. هكذا يكون ها الطريق المستقيم. إذن الطريق المستقيم عندما يقول لنا الله تعالى في كتابه الكريم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اعلم أن الضالين قد نكون ضالين في شيء ونحن لا ندركه، ولذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يعفي نفسه ويقول لا 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 هذه الآية ما حالي، ترى كل الآيات لك، كل الآيات أنت المقصودة فيها، أنت المقصودة، ما في حاجة اسمها آية حالي وآية ما حالي، ما في حاجة اسمها آية ولا نسوي مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كل الآيات نزلت إليك، أنزل إليك حالش، كل آية، آية فيها وعيد تنبيه، آية فيها جزاء وفضل، فيها تبشير، آية فيها وعظ وفيها أمر. إذن الله تعالى يريد أن يخبرك أين أنت من ذلك الأمر، آية فيها نهي، الله تعالى يسألك أين أنت في ذلك النهي، هل أنت انتهيت عما نهي؟ هذا هو سبيل الله تعالى، هذا هو سبيل الله تعالى في كل شؤون حياتك. فالضلال لا يقصد به فقط، يعني ممكن أن أكون فعلا أنا مسلمة وجهي لله تعالى، لكن في موضوع معين أنا لا، أنا مسلمة أمري للشيطان وللهوى ولهوى نفسي، والأصل أن أكون كلي وليس فقط الجانب التعبدي، حياتي ديني ودنياي. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام، قال صلاتي ونسكي. إيش هي النسك؟ ما هي النسك؟ صلاتي ونسكي، ماذا يقصد بالنسك؟ العبادات. وما هي العبادات؟ ما هي العبادات؟ الأعمال، الأعمال، والأعمال هل فقط أعمال العبادات التعاملية؟ نعم، عملي ونسكي، نسكي يعني نقول إحنا مناسك، أي أعمال بالضبط، أعمالي، أعمالي وأعمالي اللي هي أعمال الدنيا وأعمال العبادة، أعمال العبادات كلها، وأعمال أيضا المعاملات بيني وبين الآخرين، بيني وبين الكون أيضا. من ما ينفع أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتجي نعمة من النعم العيش مثلا، الرز مثلا، العيش مو تسوي تروح راميتنا في الزبالة، مع إيش؟ مع الأشياء الأخرى السيئة، هذا من الفساد، هذا من الضلال. شوفي عمل بسيط أنت في نظرش، لكنه من الضلال. لماذا؟ لأنه من الإسراف في النعم. طيب وإيش أسوي؟ روح حطيه كذا في مكان دع الكائنات تأكله. فالأصل نعمة الله تعالى أنعمك عليك، أنعم الله عليك بها، لا ما يفترض أن شنتي ترميها بهذه الطريقة، نعمة. ناس ثانيين والله رأيت بأم عيني، لما كنت رايحة تركيا تخيلوا، والله إني يعني استعبرت من تلك المرأة جايبة زبالة وجالسة على جنب تفتشها وتصفد الخبزة، تزيل الخبزة عشان تأكل طفلها صغير جنبها جالس، ترتب له الخبزة، وانتوا عارفين انه هذول كانوا ناس آمنين في بيوتهم، مستقرين، يأكلون، ينعمون بالأمن والأمان، إذا كانوا في نعمة، ثم قدرت عليهم النعمة، ابتلاء، ابتلوا، ماذا حدث للنعمة؟ أصبحنا نبحث عن النعمة أكرمكم الله من سلات القمامة، تنظفها يا عيني، تنظفها عشان إيش؟ تأكلها طفلها وطفلتها صغيرة جنبها ونحن نمر نرى ذلك المشهد. إذن بالله عليكم
من اللي ضال الحين الذي يستشعر أنه هذه نعمة ويأتي حقها، أم الذي يأكل ثم يرمي وبعدين يقول لش لا ما أنا هذا اليهود والنصارى؟ لا، لا تغتر بنفسك وتقول أني شهدت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بس يعني أنه أنا معفي. لا، كل شيء ستحاسب عليه، اعرف ذلك، اعرف ذلك، ما تخفف على نفسك. الإنسان المؤمن واضح مع نفسه، صريح، يكاشف نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويعرف هل أنا يا رب ضمن هؤلاء؟ يتساءل، يسأل نفسه في ماذا ضللت، في ماذا ضللت. هذه بالنسبة لسورة الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت بعدهما. اللهم، اللهم يا رب، إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أن ترحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا عفوا، اللهم ارزقنا عفوا، اللهم ارزقنا عفوا، اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين وغير مفتونين. اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت الله العدل، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم يا رب، في هذا اليوم وعدت عبادك بالقبول، فاقبل دعواتنا يا رب العالمين، فاقبل دعواتنا يا رب العالمين. اللهم ارزق كل محتاج حاجته، وارزق قلوبهم ما يريدون. اللهم واجعل حاجاتهم كما يريدون. اللهم قدر لهم ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب. اللهم لا تحرمهم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا يا رب العالمين، ولا تجازينا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف عنا رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نستغفرك اللهم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا، الأحياء منهم والأموات، اللهم وادخلهم في جناتك ورحمتك، وعزهم من عذابك وأجرهم من عذابك، ولك الحمد. وصلى اللهم على سيدنا محمد أشرف الخلق سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، واستسقى الغمام وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد ذلك، عدد كل معلوم عندك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم عندك. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين، إنك حميد مجيد. تقبل الله منكم أخواتي، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله أخواتي خير، أسأل الله تعالى لي ولكم القبول والسداد والتوفيق. تركتكم في ودائع الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله وأتوب إليه.